من جديد أهلا بكم. أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم سقوط 24 عنصرا من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، بين قتيل وجريح خلال عمليتين أمنيتين في الفلوجة. أصفر تفجير سيارة مفخخة استهدف ظهر اليوم تجمعا انتخابيا لكتلة الصادقون في شارع القناة شرقي العاصمة بغداد عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، فضلا عن إصابة آخرين. إلى ذلك ضربت قيادة عملية الأنبار تجمعا لتنظيم داعش في عامرية الفلوجة، ما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين وإصابة 12 آخرين وحرق 3 سيارات، فيما قتل وزير داخلية داعش المعروف بأبو حمد المهاجر مع 6 من معاونيه في أطراف الفلوجة جنوبي محافظة الأنبار. كما أعلنت عمليات الجزيرة والبادية عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق لمطاردة العناصر المتطرفة غربي الأنبار، مبينة أن العملية ما زالت مستمرة. من ناحية أخرى، وقبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، تزداد المنافسة الانتخابية شراسة بين 107 قوائم انتخابية تضم ائتلافات وكيانات سياسية كثيرة، أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، بالإضافة إلى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي ومتحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة نجيفي وكتلة المواطنة التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، علاوة على التحالف الكردستاني. محللون يرون أنه على الرغم من المطالبات بضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية مستقلة، يؤكد آخرون أن الصفقات بين الكتل ستحسم تشكيل الحكومة المقبلة نتيجة لعدم تمكن كتلة معينة من تشكيل الحكومة وحدها.